السلام عليكم. الخبر اللي نزل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة هو تحذير أكتر من أنه هو خبر ممكن يهم حضراتكم، ولكن هو مهم. متهمون لجهات التحقيق استدرجنا المجني عليه واستولينا على 5 مليون جنيه منه. الموضوع ده انتشر على فكرة في الأوقات الأخيرة، وتحديدا بعد سعر الدولار في السوق السوداء أو العملات الأجنبية في السوق السوداء لما ارتفع خالص عن البنوك أو الصرافة. ده الشق الأولاني، علشان كده بقول لكم الموضوع شوية انتشر. موضوعنا هنتكلم فيه، موضوعنا هنروح بيه لغاية محافظة الجيزة. التاجر الكبير اللي معاه اكتر من 5 مليون جنيه وعايز يبدلهم بعملات اجنبية علشان بيستورد حاجات وخلافه، علشان كده بدل ما يتجه للبنك او يتجه للمصادر الشرعية اتجه على طول للسوق السوداء او تغيير او للسوق تجارة العملة. المهم احد الاشخاص اوهمه ان هو في واحد هياخد منه الفلوس دي كلها ويديله مكانها فلوس اجنبيه. اتفق معاه على اساس ان هو هينزل ويقابله في مكان معين، جاله فعلا بالعربيه الملاكي بتاعته، وطلعوا على طول هو والتاجر. قال له المنطقه اللي احنا هنروح نغير فيها الفلوس في منطقه اسمها بنمرس، في فيلا هناك متواجده بعيده عن عيون الحكومه وخلافه. التاجر الطمع مشي وراه لغايه لما ركب مع الراجل ده، وبالفعل اتجهوا لمنطقه ابو النمرس، الفيلا المفروض المراد ليها اللي هيغير فيها الفلوس. وهم ماشيين في الطريق في حته مقطوعه طلع عليهم ميكروباص قطع عليهم الطريق، نزل منهم حوالي 5 اشخاص، منهم واحده سيده محكوم عليها بالمؤبد للقتل العمد. المهم نزلوا من الميكروباص، بدأوا يعترضوا العربيه. طبعا الراجل اللي راكب العربيه اللي اوهم التاجر ان هو هيغير العملات ده معاهم، نزلوا عملوا معاه الجلاشة، خدوا منه الفلوس، باي باي انت. بعدها على طول طلع التاجر جري على رئيس المباحث او الاسم اللي موجود في المنطقة هناك، حكى لهم على القصة بكل صراحة. بعدها على طول قدر رئيس المباحث خلال فترة قليلة عن طريق كاميرات المراقبة وخلافه ان هو يقدر يجيب العربية المستهدفة اللي هي طلعت مع الراجل التاجر ده. بعدها على طول قدروا ان هم يربطوا 6 اشخاص بما فيهم السواق اللي هو اوهم الراجل ان هو غير الفلوس، وكمان السيدة اللي احنا قلنا عليها دي كمان اللي هي اخدة مؤبد في قضية قتل عمد. ودلوقتي هم كلهم في النيابة والمحكمة، وان شاء الله هياخدوا حكم رادع. نفس الموضوع ده برضو علشان تبقوا حضراتكم عارفين اتكرر اكتر من مرة. كل واحد بيبقى معاه مبلغ من الفلوس دولارات مثلا، يعني بيروح يحاول يغيرها في السوق السوداء. انا فاهم الموضوع واحنا كلنا عارفين الموضوع وعارفين فروق الاسعار شكلها ايه ما بين البنوك والصرافة وما بين السوق السوداء، محدش هيقدر ينكر، ولكن برضو لو اتمسكت هتتعكش. ما علينا، اتكررت اكتر من مرة الموضوع ده، والناس بتغير 1000 2000 3، حتى لو معاك 200 دولار هتتجاب. لو اتمسكت معاك 100 دولار هتتسأل هي جت منين ورايحت منين وجايبها من فين وهتروح توديها فين. خلي بالكم من الموضوع ده تحديدا. نقطة برضو كمان انتشرت برضو المواضيع اللي هو كل واحد يجي يقول لك انا هغير لك العملة بتاعتك دي بمبلغ قد كذا ويدي لك سعر عالي، وبعد كده تعمل عليك الجلاشة. وبعدها على طول للعلم علشان تبقوا انتوا حضراتكم فاهمين حاجة، الموضوع كله بيبقى وهم، وبيبقى نفس المصدر ده هو اللي بيبلغ عليك الشرطة او المباحث وخلافه. نقطة اخيرة برضو هنتكلم لحضراتكم فيها، الناس المعتقدة ان هي ممكن تكسب فترة معينة، ولكن تأكد 1000000% اللي انت هتبقى عليك بقرة الضوء وهيبقى عليك العين وهيبقى عليك الرصد في حاجة زي كده. يعني هتتجاب من الشرطة، هتتجاب، ممكن يستنوك شهر شهرين ثلاثة، ولكن في المجمل هتتجاب في الاخر. التحذير ممكن يوصل لكم وممكن ما يوصلش، ولكن في المجمل احنا زي ما بنقول لكم فاهمين الدنيا ماشيه ازاي وفاهمين فروق الاسعار دي، ولكن برضو خلي بالكم من موضوع زي كده، لان الموضوع ده بيمثل امن قومي 100%، وعلشان كده بنحذركم للمره المليون خلي بالكم من الموضوع ده. كلمه بقى هقولها لحضراتكم اخيره، التاجر كان معتقد ان هو لما هيروح يبلغ كمان الشرطه كان هياخد الفلوس بعد كده. هي على فكره الفلوس دي لما بتتاخد بتتصادر، وبعدها بتقعد فترات طويله جدا لغايه لما بتثبت انت ان الفلوس دي بتاعتك وجايبها منين ومصدرها من فين واوراق وخلافه وخلافه وخلافه. فخلي بالك لحضرتك او لحضرتك لما تيجي تغير العمله بتاعتك ولو اتمسكت، تاكد تماما ان الفلوس دي هتتصادر من الجهات الشرطيه. يعني ما تجازفش بحاجه ممكن ربنا يكشفها للناس. السلام عليكم.